أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري الحرص على ترجمة التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتوفير كافة السبل والرعاية للشباب لا سيما الرياضيين للظهور بالمستوى اللائق والمشرف. وهنأ الجبري اللاعبين منصور الرشيدي الفائز بذهبية لعبة سكيت بالرماية وعلي الشطي الفائز بذهبية لعبة الكاراتيه في دورة الألعاب الآسيوية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وقال إن الرياضيين الكويتيين يثبتون دائما تميزهم في المنافسات الدولية ورفع علم بلادهم خفاقا.